بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم لك عن 5 مبيدات لو موجودين عندك وبتستخدمهم صح في التوقيت الصح بالمعدل الصح، بإذن الله تعالى مش هتشوف البياض الزغبي لا في الخيار ولا في البصل. البياض الزغبي عامل لنا هاجس، وهاجس كبير جدا على محاصيل القرعيات وخصوصا الخيار داخل البيوت المحمية، وخاصة في فصل الشتاء. وبيسوء الأمر إذا كنت زارع الخيار بتاعك في أراضي طينية أو أراضي بتحتفظ بالمية، بيعمل لنا مشاكل كتير جدا مع محصول من محاصيل الخضر وهو البصل. بيعمل لنا مشاكل كتير في البصل، وممكن الخسائر يعني تزيد عن 60% بالنسبة لو جه البصل وما لحقتش ترش كويس بالمبيد الصح بالمعدل الصح في التوقيت الصح زي ما بقوله لك دايما. تمام، عندنا 5 مبيدات يعني لو موجودين عندك هتقدر تسيطر على مشكلة البياض الزغبي. في حاجة كمان، ان يا جماعة الخير المبيد مش كل حاجة، المبيد مش كل حاجة، يعني هات أعتى المبيدات وما عندكش تهوية جيدة وبترش كل يوم المبيد ده ولا يعمل أي شيء. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب إن حضرتك أول حاجة الري بتاعك يكون منضبط، مفيش تغريق، ما تغرقش، ادي النبات حسب الاحتياج بتاعه، دي رقم 1. رقم 2، التقليم يكون كويس، ما تسيبش الأفرع الجانبية طالعة من كل مكان، لدرجة انك انت لما بتدخل البيت المحمي اساسا ما بتقدرش تميز الفرع الرئيسي من الغير الرئيسي من كتر ما انت سايب الدنيا سايحة في بعضها. ولذلك ده من شأنه ان عندك بيت محمي نسبة الانشغال فيه تكاد تكون 70-80% اساسا ورق، الممرات بسيطة، مفيش تهوية، اذا الرطوبة عالية، اذا فعندك بياض زغبي لا محالة. برضو التهوية مش ما تعتمدش على البابين بس، اللي هو الباب الامامي والباب الخلفي في التهوية، لا، اعمل فتحات جانبية لو انت عندك بيوت عادية. لو انت عندك بيوت فيها مراوح شغل المراوح الصبح مباشرة، ما تشغلش بالليل مراوح ولكن شغل الصبح. تمام، المهم خلينا في عشان بس ما نطلعش من الموضوع، اول الحاجات ده هي اول المركبات ده هي ابدأ بحاجة زي اكروبات النحاس. اكروبات النحاس ده هي مادة كويسة وكويسة جدا يا جماعة. ليه؟ النحاس اللي موجود في السوق معظمه في اكسكلور نحاس وخلاص، في حاجة اسمها كبريتات النحاس بتتحط للجذور او الجنزارة. هما اكروبات النحاس فيها مادتين فعالتين، اللي هي الاكسكلور النحاس، تمام، وفيها كمان مادة فعالة اسمها الدايمي ثيموروف، ودول المادتين الفعالتين دول موجودين في اكروبات النحاس. دول المادة اللي هي اكسكلور النحاس والدايمي ثيموروف، دول الاتنين بيعملوا دويتو كويس جدا في بالنسبة لعلاج البياض الزغبي، او ان شئت فسميها كمان وقاية، بس وقاية تشبه العلاج شوية، تمام، وقاية قوية مش زي اكسكلور النحاس او كده، تمام. فبنجيب وبنرش بمعدل 150 جرام لكل 100 لتر مية. لو زودت فيه، ناس بتحط 200 جرام على كل 100 لتر مية، يعني بالبسيط خالص كل لتر مية بيحطوا عليه 2 جرام أكروبات نحاس. ويراعى المبيدات الفطرية يا جماعة، احنا بنغسل غسيل فيها من فوق لتحت، ما تسيبش النبات، اغسل اغسل، لان ده فطر لازم تجيبه من نبات من اوله لاخره، تمام. دي رقم 1. المركب الثاني وهو اسمه الرفاس او الريفوس، وده فيه مادتين فعالتين. المادة الفعالة الأولى اللي هي الدافينوكونازول، تمام، وفيه مادة
فعالة تانية، ودي سر قوته، واللي هي اسمها البنديرو بامايد. دي المادة الفعالة التانية اسمها البنديرو بامايد والديفينوكونازول، ودول في الرفاس، وده بنرشه بمعدل 200 ملي للفدان. هما كتبين فيه كده. طب يعني ايه 200 ملي للفدان؟ يعني كل فدان المفروض بنرشه ب 400 لتر مية، بتزيد او بتقل حسب المحصول نفسه. في محصول اساسا بيبقى عرشه جامد، في محصول بيبقى لسه في اوله. المهم المختصر المفيد، هتحط 50 سنتي او 50 ملي لكل 100 لتر مية، تمام؟ ده بالنسبة للرفاس او الرفوس. بعد كده طبعا الرشة هيبقى ازاي يا جماعة؟ يعني انت رشيت اكروبات النحاس النهاردة، ممكن تقعد 10 ايام على ما ترش الرفوس، تمام؟ ممكن تقعد اكتر من كده، طالما الامور عندك سليمة والنبات ما فيهوش اساسا بوادر مرض، الامور كويسة معاك وامورك تمام التمام، وما تقلقش من حاجة، تمام؟ طيب بعد كده في عندنا مادة مركب الانفينيتو. الانفينيتو ده هو من المركبات الممتازة جدا، واللي هو برضو بيحتوي على مادتين فعالتين، اللي هو رقم واحد البريمو كارب هيدروكلورايد، تمام؟ ودي المادة دي موجودة في البرفكيور، لو حد فاكر البرفكيور موجودة فيه المادة دي، تمام؟ والمادة الثانية في اسمها الفلو بيوكوليد، دول مادتين فعالتين، وبنرش الانفينيتو برضو على البياض الزغبي بمعدل 125 سنتي على 100 لتر مية، 125 سنتي او ملي سماه زي ما تسميها، على لكل 100 لتر مية، تمام؟ المركب اللي بعد كده طبعا الانفينيتو مشهور جدا بالنسبة لمزارعين البطاطس، عشان بنستخدموه لمرض الندوة المتأخرة، تمام؟ في حاجة تانية اسمها الامستار توب، تمام؟ في الامستار العادي وفي الامستار توب. الفرق بينهم، الامستار العادي في مادة الازوكسستروبين لوحدها، تمام؟ اما الامستار توب فيه الازوكسستروبين وفيه مادة فعالة تانية اسمها السبيروكونازول. دول مادتين فعالتين موجودين في الامستار توب، والمعدل الرش بتاعه برضو بمعدل 200 سنتي على الفدان، او ربع 250 سنتي على الفدان. بالمختصر يعني تقريبا بمعدل نص سنتي لكل 1 لتر مية، او 50 سنتي لكل 100 لتر مية، تمام؟ امورك هتبقى تمام جدا لو انت استخدمت المركبات دهية، تمام؟ في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب او بالمعدل المناسب، وعلى المحصول او المرض المناسب. في حاجة تانية، لو الحاجات دي جابت معاك نتيجة ما تطلعش، يعني طول ما هم ماشيين معاك وامورك كويسة، اكروبات النحاس، بعد كده الرفاس، بعد كده الانفينيتو، بعد كده الامستار، لو في مادة ممتازة جدا كنا بنستخدمها في البياض الزغبي، وديا في البياض الزغبي وبنستخدمها برضو الندوة المتأخرة، وديا اللي هي الاكواجين برو يا جماعة، واللي هي فيها مادتين فعالتين، في ناس بتسمها الاكواشن وفي ناس بتسمها الاكواجين برو، ودي فيها مادتين فعالتين اللي هي السموكسانايل، وفي مادة فعالة تانية اسمها الفيموكسادون. دي بنرشها بمعدل 40 جرام، هي لونها بني كده، 40 جرام لكل 100 لتر مية. وفي البطاطس بنرشها بمعدل البطاطس لكل فدان 3 عبوات، العبوة 80 جرام، تمام؟ يعني بمعدل 250 جرام او 240 جرام بالضبط، 3 في 8 ب 24، 240 جرام لكل فدان، او 240 جرام لكل 400 لتر ماء، لكل 400
لتر ماء على الله.